السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم محمد كباكا من قناة كباكا تي في. اشتعل النيران في طائرة مدنية أثيوبية بالصين. طبعا الخبر نازل على الجرائد المصرية وعلى الصفحات المصرية، وشايف شماتة من المصريين. أنا بس كمصري بنصح المصريين إخواتي، بقول لهم ما تشمتوش، ما يعني الناس ملهاش دعوة. يعني واحد مسافر في الطيارة ولع ولا مات ولا حصل له اي مصيبه، هو مش ده اللي باني السد او دوت اللي قفل علينا الميه، تمام؟ فلا احنا نشمت لما حد من القيادات او الناس اللي امروا ببناء السد يحصل له حاجه، ساعتها اللهم لا شماته بس هنشمت، نجيبش عليك يعني. بس باذن الله باذن الله باذن الله باذن الله باذن الله ما فيش حاجه بعيده عن ربنا، وموضوع السد ده هينحل، وان ما انحلش بالسياسه فبيتحل بالاقتصاد او حاجه تانية كده ما ينفعش نقول عليها، عشان دي معلومات سريه من المخابرات الكباقيه. تنساش تدينا لايك شير سبسكرايب، قول لنا رايك في الكومنتات. انا ما اعرفش طبعا اذا كان انت واحد كنت لما عرفت الخبر ده شمت فيهم ولا ما شمتش، قول لنا في الكومنت. شغل الجرس عشان كل خبر جديد تعرف اول باول. سلام.